بدأ اليوم فعاليات اليوم العالمي الأسنان من 10 لكلية الطب، والذي يشرف قسم أمراض البطنة أن يكون تحت إشراف كلية الطب تحت عنوان التوعية بمضاعفات مرض السكري. ويشرفنا حضور كل من أستاذ الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور مها شرفنا حضور ايضا الاستاذة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، كما يشرفنا حضور الاستاذة الدكتورة مها الخولي وكيل كلية الطب لشؤون البيئة، كما يشرفنا حضور الاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. كل هذا في ظل حضور استاذنا الدكتور علاء عبد المنعم رئيس قسم البطنة واستاذنا غانم. فليتفضل الاستاذ الدكتور علاء عبد المنعم لإلقاء كلمة الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار اليوم العلمي الثامن عشر لكلية الطب والمقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق جمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، والأستاذ الدكتور أحمد البنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والأستاذة الدكتورة مها الفولي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والشيخ الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة. يتشرف قسم البطنة بالمشاركة في هذا اليوم العلمي بعنوان Diabetes Complication Awareness. ولذلك أحب أن أشكر القائمين على هذا اليوم العلمي من قسم أمراض البطن الأستاذ الدكتورة منال عز الدين والأستاذ الدكتورة غادة، بحضور الأستاذ الدكتورة حنان محمود ومتمثلين في قسم في وحدة الصماء والسكري. ويشغلني أن أشكر جميع الأساتذة المشاركين من جميع الأقسام والسادة الحضور، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم علمي دائم ومستقبل يتشرف به الصغار الاطباء وكبارهم في الاويرنس عن اباوت دايبيتس كومبليكيشن لما له من اهميه قصوى في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. والان مع كلمه الاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدايه احب المنصه الكريمه السيد الاستاذ الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، الاخت الفاضله الاستاذه الدكتوره مها كامل غانم زميله دفعه نائب رئيس الجامعه لخدمه المجتمع والبيئه، والاستاذ الدكتور علاء عبد المنعم السيده الاستاذه الدكتوره مها كولي. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بداية أتمنى استمرار هذه الأيام العلمية المثمرة ويكون الأثر الإيجابي لها أكبر لو الزملاء النواب ألزموا بالحضور والمدرسين المساعدين. القاعة ما شاء الله تشيل قد اللي فيها مرتين تاني، لكن للأسف ما فيش حضور مدرسين مساعدين ولا نواب، وهم دول التارجت اللي المفروض انا اعلمهم. يعني احنا كلنا عارفين الكلام اللي هيتسمع او عارفين على الاقل منه 70 80%، لكن الثمره تصل للجيل اللي هيتحمل مسؤوليه الدايابيتس بالكومبليكيشنز بتاعته. فاستاذنكم انا هطلع ادي اوضه انزلهم بالامر العياده اللي فيها اثنين واحد يمشيها، اللي فيها اربعه واحد يمشيها. المفروض الناس تستفيد من اليوم. بعد اذنك دكتور علاء عشان تبقى الدنيا مثمره فعلا، يعني احنا البهوات اللي حاضرين كلهم اكيد عارفين الكلام اللي هيتقال، لكن احنا عايزين العلم ده يصل للهدف بتاعه اللي هم النواب والمدرسين المساعدين. لا احب ان اطيل عليكم، اتمنى لكم يوم مثمر واضافه جديده للجميع باذن الله. السلام عليكم. والان مع الاستاذه الدكتوره مها كامل غانم نائب رئيس الجامعه لشؤون البيئه وخدمه المجتمع. اتفضل يا كابتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. منصة كريمة أخي الفاضل الأستاذ دكتور أحمد المنشاوي، فاضل دفعة ويعني منزل زميل الدراسة الأستاذ دكتور حسن عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الاستشارات الجامعية، أختي الغالية جدا دكتورة مها الكوني وماي سينيور الحقيقة، يعني لينا فضل إن أنا اتعلمت منها كتير ويا رب يكرم بيها دايما. الأخ الأكبر دكتور علاء إيه رئيس قسم أمراض البطنة أساتذتي، يعني أنا اسمحوا لي أنا يعني أستاذتي الغالية دكتورة ألفة أستاذة فاضل محمد دكتورة بدري زميلة، يعني جميع الحضور إخوة وأخوات وأساتذة أفاضل على رأس الجميع وباقي الحضور من الزملاء والمستشفى الجامعي اللي هو العزيز على القلب لما تيجي دعوة من هنا، هنا الأصل وهنا الانتماء وهنا يعني ربنا أعزنا وربنا يعز بيكم جميعا إن شاء الله. اليوم النهارده دكتور بدري دي اول يوم بدانا به الايام العلميه كان على هذا البحر ولا هو يعني يوم تجميع وكان قائم علينا الاخ الفاضل استاذي اعترافا لان هو فعلا من الامراض اللي هي ما فيش اسم ما فيش ما تعورش ومردوده يعني معروف يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر فما بالك بما يصيب سائر الجسد اذا يعني لم والحقيقه كان برضه من الايام اللي يعني كانت بدايه قويه جدا وخرج منه توصيات كان على اولها استكمال مركز السكر والعيادات الخارجيه والحمد لله اللي يعني استكملت وقد تم وقائم عليه وحده كامله من الاساتذه والافاضل اللي هم يعني لهم في هذا باع والجميل ان حتى عندكم يعني في تخصصات داخل مرض السكر كان نفسه فانا حقيقي بحيي جميع القائمين على هذا اليوم لانه مرض يمس الجميع ولا يمس يعني قسم بعينه او وحده بعينها والتعاون والتعارف والتواصل فيه طيب ومفروض. فربنا ييسر ويديم هذا يعني التعاون المحمود والتواصل العلمي الطيب والنفع الممتد لسه كنت بقول دكتور حسن بيه فعلا كان الواحد يتمنى ان هو يشوف الشباب اكثر من كده لان هم فعلا محتاجين يسمعوا حضراتكم ويسمعوا هذه المناقشات العلميه المناقشه غير ان هو يقرا بنفسه غير يعني وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ودكتور علاء ايه بعد كده او باقي الاقسام يبقى في خطه يعني خطه دفاع زي ما احنا بنقول اللي هو يبقى في جدوله خاصه في هذا اليوم علشان تعظيم الاستفاده لباقي يعني للجميع يعني للشباب. على جانب اخر النهارده للاسف انا يعني سمعت على خبر استشهاد شباب العايش ويمكن النهارده بالذات الحقيقه فعلا ولحتى هذه لان والده الشهيد مصطفى عثمان سيده فاضله تعمل معي في ذات القطاع مكتبها جنبي صباحها كل يوم انا مستقبلك من المشاعر الفيضة اللي بتقول عليها كامل اللي بتكلمت فيها وكده اولا طبعا
احب اشكر الامين على تنظيم اليوم العلمي وتواجدي مع الزملاء استاذه الدكتوره لها كامل استاذه الدكتوره لها فولي استاذه الحسن عبد المجيد استاذه الدكتوره امينه تشريف استاذتنا في قسم المواد الباطنه. يعني طبعا نسوي طبعا زي ما الدكتوره مهنش قالت البلد طول عمر البلد فيه تضحيات على مدار السنين مش النهارده بس على مدار سنوات طويله واستمرار لتضحيات الشعب ده لجميع طوائف. نتمنى لهم الرحمه والعافيه تقبلوا الشهداء. نتمنى دائما التواصل العلمي بالنسبه لكليه الطب يكون مستمر على المستوى اللي نتمناه لكليه الطب. طبعا كليه الطب احدى الكليات الرائده في جامعه السوق بالنسبه للبحث العلمي. كليه الطب من الكليات اللي هي اعلى كليات في النشر العلمي والبحث العلمي. اننا معنيين بالبحث العلمي والنشر العلمي فطبعا حاجه بتسعد الانسان وبتشرفه وتكون كليه الطب في مقدمه كليات متميزه في البحث العلمي في جامعه مصر. بالنسبه لليوم العلمي النهارده اللي هو ديكس كومبيتيشن ذا اويرنس دي اعتقد برضه الاويرنس دي بيبقى برضه مش معني فقط بالاطباء ممكن يكون بالمرضى وتوعية للمرضى بخصوص كيفية التعامل مع المرض والتعايش معاه. وممكن برضه في يوم علمي زي كده بيدعى المستمعين او المتلقين من المرضى او مقدمي الخدمه الصحيه للمرضى لازم يحققوا فقط وده برضه مهم جدا. طبعا سعيد بوجودي في كليه الطب في المستشفيات الجامعيه وانتم بنتمنى الدكتور حسن عبد الحكيم ربنا يكرمه في ما هو مقدم عليه ان شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق سعيد بوجودي طبعا معاكم ومباشره التعليم على اليوم العلمي في قسم الباطنه في كليه الطب في المستشفيات الجامعيه واتمنى التوفيق للجميع وكل عام وانتم بخير. شكرا للاساتذه المحاضرين حضرتك شرفتونا جميعا وان شاء الله احنا هنداوم على ندوات علميه وهنعمل فعلا خطه لحضور معالي كتير من الاطباء سواء من الامتياز والمسؤول المساعدين. الف شكر. شكرا. والان تبدا فعاليات الجلسه